انا جاي لك على طول. هاتي ها يلا. مش معاك ولا ايه؟ انا طبعا ما اقول هنساك. ميرسي حزيني. ميرسي جدا راوي هاني من جيتي معايا. ايه ده انتوا لسه هان وبقت ما بقتوش اصحاب ولا ايه؟ بيتهيألي بقينا ولا ايه رايك؟ طبعا بقينا اصحاب. طب ما تتفضلي انت راوي هانم وانا هاجي لكم على طول، بس هغير هدومي وراجع. يا راوية هاجي لكم على طول. صباح الخير يا رز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اقعد يا قلبي. مبسوطة يا آية؟ مبسوطة خالص يا طنط راوية عشان تيجي معانا. ربنا يخليكي. وانت مبسوطة؟ ما تصوريش قد ايه. طيب ايه رايك بقى في بابا؟ المهم هو رايه فيا ايه؟ ده اول مره ياسم معانا واحده ست. اهو جه. ايوه فندم. لا 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 تعالى ادخل. اقعد اقعد. ايه انا اتاخرت عليكم؟ لا ابدا. انتوا ازاي ما طلبتوش حاجه لغايه دلوقتي؟ انا عايز ايس كريم. وانت يا طنط؟ انا هاخد زي البابي. انا هاخد عصير ليمون. اوكي متر. ايوه فندم. عايزين واحد ايس كريم واثنين عصير ليمون. حاضر. استنى لو سمحت. ايوه فندم. خدت سؤال من الكاميرا دي؟ انا يا فندم. استنى لما اجي. هتعملي ايه؟ حاضر. هتعملي ايه؟ خد لنا بقى صوره عائليه. ما احبش حد يجي البيت هنا وانا مش موجود. وبعدين انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. فيها ايه يعني؟ انا شايف انك مهتمه قوي بشعرك. حركه عصبيه بعيد عنك. انت مدراوي احلى حاجه فيها شعرها. مش كده ولا ايه؟ يا فهد يا كل سنه وانتي طيبه. وانتي بصحه وسلامه. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aya. Happy birthday to you. Sana halwa ya jameel. Sana halwa ya jameel. Sana halwa ya Aya. Sana halwa ya jameel. معلش ممنوع الدخول هنا، العنايه مركزه. الحمد لله الحاله كويسه دلوقتي. كويس انك جبتوها يعني في الساعه الاولانيه. هي كانت بتشكي من جلطه في القلب واتلحقت الحمد لله. اهلا يا حازم. اخبارها ايه دلوقتي؟ لا اتم ان شاء الله هتبقى كويسه. انت عرفت ازاي؟ كلمتني وصوتها ضايع خالص. على العموم هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. انت ازيك؟ الحمد لله. انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه بقى؟ انت محظوظه جدا، لولا الست اللي انقذتك وجابتك لغايه هنا كانت الحاله هتبقى خطيره قوي قوي. الحمد لله. نفس اريح وقت يا حاجه؟ طبعا. دكتور لو سمحت. حازم بيه. اهلا دكتور. والدتي ازاي دلوقتي يا دكتور؟ الازمه كانت شديده لكن هتعدي باذن الله. طب هي هتقعد في المستشفى كتير؟ يومين او ثلاثه بالكتير. بس على فكره لازم تاخد الدواء مظبوط بانتظام. لا بالنسبه للدواء انا هديهولها بنفسي كل يوم. يا ريت. ومن كل اسبوعين او ثلاثه كده تبعدوها عن جو القاهره، تروح اسكندريه، الريف، اي مكان. مفيش مشكله في الموضوع ده خالص. العزبه قريبه من مصر. طيب عن اذنكم. شكرا دكتور. شاكرين قوي. وبعدين معاكي بقى. ايه هنبتدي نلخبط؟ بس ده كتير قوي. هزعل منك.
طب انا مضطر اروح اجيب ايه المدرسه. سيب موضوع ايه ليه، انا اللي هروح اجيبه، خليك انت مع طنط. انا اسف. متشكر يا رب. كانت معاه، اخبارها ايه؟ طمني. كويس الحمد لله، اتغدت ونامت شويه، قلت اجي استريح. تلاقيك ما اتغديتش. لا انا حضرت لك الغدا. حضرت لي غدا؟ معقول؟ دي كمان سويت لك قطلك وحطيت لك بيجامه مكويه على السرير. كمان بيجامه على السرير. ايه هي اللي عملت كل حاجه وانا اللي ساعدتها، كده ولا مش كده؟ كده. كده بتهيألي تغير هدومك على ما محضر السفره. طيب ماما. ايوه مش عارف ليه جت في بالي دلوقتي. روحي انت يا حبيبتي انا هحصلك.